I don't think you should use the software yet that you bought yesterday that can only work in your office. Unless you use a cloud-based tool, and the cloud-based tool will solve two things. You have to use a cloud-based tool with selection. You have to use two things. انت عندك مشكلتين اساسيات مربوطين ببعض. اول شيء the cash collection, وثاني part اللي هو managing your drivers. وبعت وبعت لي انا وصلت ولا ما وصلت هاي امبارح, لا حطيت على الرف الفوق, ويعني هالضيعان كله هون وهيك, وعندك زبون عم بدق لك وانت ما بتعرف, فقلت له لحظه لا شيء هيك, عم تحكي مع الدرايفر والدرايفر عم يقول لك ايه, عم تتكل عليه, يعني you're hoping يكون مزبوط الزلم, يعني وين صار وين صار الدرايفر وصار مأخر صار جاي, يعني كل هيدا هون مزبوط. This you cannot do with a local based computer. قد ما تعمل و I disagree بموضوع ال 8 ميج requirement, لأنه في setups تنعمل بأكيد 8 ميج و 10 ميج و 10 ميج أحسن. في لحلك what you need to look for in a cloud based tool. أول شيء that you need to solve وبظهره بيحل المصاري is your driver management. اللي هو driver management, اللي هو التول أنت if you use one tool بيعمل لك driver management و order management و cash management. لانه هول الثلاثه مربوطين, لانه ما عندك كاش اذا ما عندك اوردر, ما عندك اوردر اذا ما عندك درايفر. صح. فدرايفر مانجمنت, اوردر مانجمنت, كاش مانجمنت, لانه اتس بينج دان مانيو هلا باكسل, وامبارح جبت سوفت وير لوكال انستول فيزيكلي اوفيس وهيك. بس فور اكاونتنج بيربسز هذا السوفت وير. ما فيك هلا حتى لو السوفت وير فتاك رائع وشغال, بدك تهلك تربطه بالاوردر, بدك تموت تربطه بالدرايفر, ما حتقدر, ما حتقدر, you will not be able to. وإف يو ار حتصير تعمل بس بالليل لاوفر نايت لتعمل, يعني ورشه يعني it's gonna be an issue for you. اوكي. فانا اللي بنصحكم فيه is to look at a cloud based tool. في مليان اوكي. بس we bought basically for the customers, يعني بيقدروا يفوتوا الكاستمرز ويعملوا اوردر. بس it has a back end also. صح. I think your first level should not, you should not worry about your customer side. خليه for now, ما انت كمان ما فيك تحل الدرايفر والكاش. This is what we're trying to do, and we're taking it step by step. انه خلينا اول شيء حل operations جوات our house, بعدين بدي حل مشكلة الكلاينت وكيف يسهل الكلاينت يسهل علي. صح. So انا what I think you can do انت بالاول هو موضوع اذا شغلت انت سوفتوير في كنتو كان او غيره كفري مانجمنت سوفتوير, فيك تعمل انت اول شيء بدك حدا من انت حدا من عندك, يا اكزيستنج اوبريشنز مانجر او حدا ثاني بيكون ديسباتشر. ديسباتشر شو يعني؟ يعني هو قاعد على الكلاود بيس تول اند هي اور شي از اساينينج اوردرز تو درايفرز. هلا ايديلي الدرايفر عندك يكون عنده اب, بس انا بعرف توداي بلبنان وبالانترنت وبالكوست عندك يو كانوت دو ذس. نو ذس ذس وي كان دو ات وذ ذا درايفر, لانه نحن كمان وي اوريدي باي ذا درايفر حق الانترنت تبعه, لانه مجبور الدرايفر لما بده يبلش يشتغل من عنا يكون عنده انترنت. ف هيدي اذا عندك اياها هيدي خلص فشور هاني وهاني خلص فشور. اذا انتم مستعدين تعملوا هالمرحله بالمسار الموجود عندكم اتس دان فشور, لانه هول التولز انا بقول لك عنها ذا كوست از نوت هاي. اي نو في مشكله دولار بالاثنين, بس كوست از نوت هاي. في منهم بيكون يا على درايفر وش 6 or 7 وش از نوت بيج ديل, أو per order أو per hundreds of orders عندك كتير, يعني so it's not a huge cost عليكم أنتوا. So أنت لأنه driver شو بيعمل؟ ما هو driver حيلك I picked it up, I picked up the item, I dropped off the item وقبضت cash, بحط أنا حطيت 3250 ليرة cash done. So أنت جماعة الأكاونتينج عندك قاعد عنده software بيقول له أوكي أنا قبضت من هاي أنا ناطر driver يجي لعندي. حيبلش هون انا, حيجي درايفر عم يفتح سوفت وير حيبين اوكي ما 65000 صار معي حادث في 5000 راحت هي 60000 بقوا. بدها تصير هيك, اذروايز اذا ما شبك الاوردر بلس درايفر بلس الكاش كولكشن ما حيمشي حال. يو ويل اولويز ستراجل ذا واي يو ار ستراجلينج اند يو جايز ار ان ا جود بوزيشن. يعني ان ليس ذان يير 300 تو 400 اوردرز ا داي يوزينج واتساب اند 6 درايفرز بي ايكونوميك سيتويشن اوف لبنان از فيري جود. الحمد لله. طيب اوكي, it's good to hear that. في الكوست منه كبير, I'm trying to be practical معك. الكوست منه كبير, لا less than $100 a month. مزبوط. في عندي انا كمان سيستم مثل توكان, ما بعرف اذا I can send you. I'm not worried at all about the tool at all. خلص, لكن لانه انا قلت بركي بتشوفه. اي خلص, وجرب واحد وجربوا باول اثنين درايفرز, ما تفرش على كله, بركي ما عجبك التول. جرب اثنين درايفرز واعمل دبل بوكينج, يعني خلي الاكاونتينج مع هول اثنين درايفرز يأيد عادة على الإكسل والسوفت وير whatever ويشتغلوا simultaneously ومرتاح هونيك بتكفي. يمكن ما يعجبك توكان بتضل على حده على بعده. يعني I think you need 6 months, 4 to 6 months لتكون خلاص
بتيت التول وصار لايف بكل الشركه وكل شيء. اوكي اوكي بيرفكت. هاي اي هاف اي هاف ا سوفت وير ان مايند كلاود بيست سوفت وير. هلا ايديلي بتعطي انترفيس للكاستمر يعرف قد ايه عليه لما يوجع على راسه وكذا، بس هي بتجي بعدين يعني بوجع راس فيها بعدين. وانا انا مرشنت اون بفتح بعرف انا لي ماكس 60000 او 80000 ليره، بس هذه بعدين اتس نوت ميك بريك فور مي از لوجيستيك كومباني. بهم شيء انا عندي موضوع المصاري سوبر واضح فيه، وحتى لو بعت لي واتساب ودق لي زبون بقول له لحظه فوت تك 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 بقول له لك معنا اوريدي بالضرور من هالثلاث ايام في ان ترانزيت 23000 اليوم في قاعده بلحظه على التليفون. دي يو كانوت دو ات. لا وي كانوت دو ات اكزاكتلي اكزاكتلي. طب هي دي بيبي ما انا سكرت 80000 صاروا معي بالضرور وفي ان ترانزيت 23000 انا كانوت كونفيرم ذم من وين بايدي انا كاكاونتنج، بس دي ويل ذا كومينج تو مي لك وينهم لك وينهم مبين عليهم بشيء بالحمراء شيء بالاشرفيه شيء بالكذا بيبين معه سوفت شتات وينهم شاميان وكل شيء. Hey, this is your priority. Your second priority would be, I think you can, once you have this tool, you can optimize and pick up with delivery, with routing, كل شيء. The tool بيعملها. Okay. يعني it's not ideal, بس أحسن من اللي عم تعمله تهلا. أكيد. صح. Okay. وبلشوا قلت لك بلشوا بس بشخصين يعني بلشوا بس بتو درايفرز. والدرايفرز منيح مش اللي بيضيع تليفونه وما بيفهم إنجليزي وعرفت بلشوا بالمنيح يعني. لأ أنت عم تطمن حالك على التول قبل ما تعمل على موضوع الدرايفر يعني. أوكي أوكي بيرفكت بيرفكت. ويعطيك العافية شريف. Thank you. Thank you very much. يعني you're doing well. Thank you very much. بتكون شاب يعني this is definitely a core aspect of this. وإذا عندكم أسئلة later on بينوا معكم وهيك let's arrange for another call and I'm happy to help you.